الصلاة مقبولة إذا عرضت علينا صلواتنا، عرضت علينا مو على الآخرين. هذه الصلاة التي نصليها حقيقة إحنا نقبل هذه الصلاة التي نصليها؟ نحن الحكم، ما يحتاج إلى حكم آخر. إحنا إذا تحدثنا مع واحد عادي، تحدثنا ويا واحد عادي، نتوجه إليه، نقبل عليه. إذا واحد حقيقة القضية ما تهتم به، ما تتوجه إليه. شايفين بعض الأفراد ما يهتمون بزوجاتهم أو بأزواجهم، المرأة تتحدث فكرة في مكان ثاني، هو يتحدث وياها فكرة في مكان ثاني، صديق ما تهتم به، ما إلى قيمة عندك، فقير، مع الأسف هذه الظاهرة موجودة، فقير يتكلم ويانا، هذا فرع من فروع الطغيان، ما نهتم به، فكرنا في مكان ثاني، حتى إذا نجاوبه فكرنا في مكان ثاني، ما نهتم به، لأن ما إلى قيمة عندنا. الصلاة إذا ما إلها قيمة عند واحد ما يهتم، ما إلها قيمة، يتكلم مع الله تعالى وفكرة في مكان آخر، يقول إياك نعبد وفكرة في بيته وزوجته وسيارته وأولاده. حقيقة هذا مو فرع من فروع حب الدنيا، مو من فروع الانغمار في هذه الدنيا، مو من فروع عشق الدنيا، مو من فروع الاهتمام بهذه الزخارف الزائلة. هذه الصلاة مو مقبولة عند الله. لذلك أكو في الأحاديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة والعياذ بالله. أسأل الله أن لا نكون من هؤلاء حقيقة. 40 عام مصلي، ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، ركعة واحدة مو مقبولة، عقاب ما عليه لأن صلاة صحيحة، لكن ركعة واحدة من صلاة مو مقبولة، لأنه من بدأ الله أكبر إلى أن سلم كل فكرة من هنا وهنالك، لم يتوجه إلى الله، لم يتوجه إلى ما يقول، لا يعرف ما يقول حتى تعلموا ما تقولون. هذه الصلاة اللي كان لازم تكون معراج إلى الصلاة، معراج المؤمن، هذه معراج المؤمن، بهذه الصلاة الإنسان يعرج إلى الله، الصلاة اللي هي قربان كل تقي، هذه الصلاة قربان كل تقي، هذه الصلاة التي عرضت على السماوات والأرض عندما أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحين وقت الصلاة، كان يصفر لونه ويرتعد، فيقال له يا أمير المؤمنين ما بالك؟ يقول حان الآن وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الصلاة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن الإنسان حمل هذه الأمانة وخان في هذه الأمانة. حقيقة واحد يجب أن يتوقف قليلا، يجب أن نحاول أن نخرج حب الدنيا من قلوبنا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا اللي انغمر في هذه الدنيا لا يمكن أن يحب الله، لا يمكن أن يحب مناجاة الله، لا يمكن أن يحب التكلم مع الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شوية واحد يفكر في آخرته، يفكر في معاده، يفكر في حياته الباقية، يفكر في ما يبقى له عند قبره، مو في هذه الأموال وهذه الثروات وهذه الزخارف الفانية. شوية واحد يتوجه إلى الله، يعود إلى نفسه ويؤدب هذه النفس الطاغية.